بسم الله. دلوقتي هنشوف الاوبشن في برنامج بيم 360 جلو. اجي هنا واقول له انا عايز الاوبشن، فبيجيب لي بيقول لي الحاجات الجنرال اللي هي التو دي فيو عايز اشوفها ولا لا، فممكن ازرق او اخفيها. النافيجيشن تولز اللي هي الادوات ديت، طبعا الادوات دي موجوده في الاوتوكاد وموجوده في الريفت وموجوده في كل برمجه الديسك، فمش لازم نقعد نشرحها، هي مجرد بس ادوات ان انا اقدر مثلا احرك المكان اللي انا بشاهد منه او اعمل زوم مع الجزء من المبنى. كلنا عارفين الادوات ديت فبلاش نضيع وقتنا فيها. الفيو كيوب عايز تشوفه ولا لا. الكاميرا هو نفس المكان اللي انت واقف فيه بس هو هيغير عدسة الكاميرا بالشكل دوت. الشفافية، الماركاب سيكنس لو انت كاتب اي ملحوظة او رسم اي علامة السيكنس بتاعها قد ايه. السيلكت كولر لو انت ماسك عنصر من العناصر هيبقى اللون، بدل مثلا الاصفر مثلا انت عايزه بفتشي او اي لون من الالوان اللي انا مش عارفها ديت. تكست سايز لو انت كاتب حاجة هتبقى التكست سايز قد ايه. الجريد لاين عايز تزوره او ما تزوروش اللي هو دوت الجريد لاين اكس والواي والزد. تمام. البيم 360 تول بار ممكن ترجعهم كلهم زي ما انت عايز الديفولت. تمام. ممكن اقول له ريستور يرجع كل حاجه زي ما كانت. الاكس واي والزد عايزهم فين مثلا التوب رايت، ممكن تخفيهم. تمام. طيب الباك جراوند عايز تختار خلفيه ايه، ممكن لون واحد او ممكن تدرج لوني زي كده، وممكن تختار زي ما انت عايز اي الوان او ممكن هوريزون وتبدأ تختار كذا لون مش لون واحد. تمام. كل دول تقدر تتحكم في الالوان زي ما انت عايز. ادفانسد انت هنا شغال بأني واحده، هنا شغال بالفيت، لا انا عايز شغال مثلا بالميتر. الزاويه قد ايه، الديسيمال بليس. عندي التكست واللاينز عايزهم يظهروا ولا لا. الجرافيك سيستم هتشتغل بالاوتو ديسك ولا هتشتغل بالاساسي، خلينا شغالين بالاوتو ديسك. عايز هاردوير اكسلريشن يبقى فيه تسريع، لو انت عندك كارت الشاشه او الكارت الشاشه في مشكله وكده ممكن تشيل العلامه ديت لو حسيت ان الجهاز بيعالج معاك كتير. عايز تظهر ماتيريال ولا لا. هنا عايز يبقى فيه المشروع يبقى متحمل في الرامات ولا عايز كل شويه يجيبه، ممكن تقول له كلير كلاش. تمام. دي بعض الاعدادات الطريفه اللي ممكن تستخدمها. ممكن اجي برضو من هنا اقول له داونلود كده، لو انا جيت اشتغل على ريفت ما لقيتش الاداه دي موجوده او لقيتها قديمه وعايز اعملها ابديت فبحمل اخر حاجه موجوده. يعني ممكن اجي افتح ريفت 2016 مثلا الاداه موجوده كل حاجه بس هو بيقول لي لا ده محتاج تتعمل ابديت فبحملها تاني من هنا. تمام. دي كل الادنس موجوده توكاد وريفت ونفس ووركس وسيفل 3 دي. هنا ممكن اشوف ايه الملفات اللي هو بيدعمها، تقريبا بيدعم كل الملفات في المجال. تمام. يعني الحاجات بتاعت الديسك كلها، البنتلي، حاجات الاركيكاد، الحاجات اغلب الامتدادات او تقريبا كل الامتدادات موجودة هنا تقدر تحمل منها زي ما انت عايز. ممكن اجي هنا اقول له اباوت جلو اعرف شوية معلومات عن البرنامج.